هلو، وحشتوني. I love you so much. طبعا كل الناس اللي مستنيه اتاخرنا عليهم في تكمله المناهج جينا لكم مره كمان عشان نبدا معاكم يونت 3 الوحده الثالثه. وكالعاده الحمد لله ان هي الفكره نالت اعجابكم من تجميع الكلمات والاسئله والتفاصيل الجميله اللي كلكم قلتوا لي احلى كومنت، ويا ريت تكتبوا تعليقات كتير وندوس لايك كتير 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 عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين بيكم باذن الله. اول حاجه كانت الناس اللي اتكلمت معايا، الناس اللي سألتني بخصوص كتب الكورسات والتفاصيل دي، قلت لكم يا جماعة كتب التأسيس هي وتعليم الصوتيات لا غنى عنها. انتوا خلاص شفتوا الشغل بتاعنا ماشي ازاي، ان الطفل هو اللي بنخليه يقرا وهو اللي بيترجم، فما ينفعش ما يبقاش بيعرف صوتيات صح او منهج صوتيات صح او درسه. فطبعا الكتب بتساعدك لو احنا ما عندناش مقدره ان انتوا تدخلوا في الكورس دلوقتي وتاجلوا كورس الصوتيات في الصيف، بجد هتساعدك جدا تتابع الفيديوهات والكتاب في ايدك. واسيب لكم في اول تعليق الواتساب الخاص بالحجز. يلا بينا ندخل على يونت 3، وما ننساش لايك اشتراك للقناه، دوس على الجرس عشان اي فيديو جديد يوصلك يجي لك اشعار بيه. الوحده الثالثه بالنسبه لي برايمري 3 لطيفه وجميله، عملنا تجميع برضو للاسئله بتاعتها، ممكن تكون طويله شويه عن الاولى والثانيه. يلا بينا. كالعاده انت بتوقف الفيديو بتقرا الكلمات علشان توظف الصوتيات، وبعد كده بترجع تشغله تاني. يلا بينا. كلوز، التي اتش هنا بتنتج ذا ذا، وما تنسوش ان احنا حتى لو كلمه كلوزس مكتوبه بالشكل ده ما بتتنطقش كلوزس، عشان ناس كتير بتقولها ده غلط، اسمها كلوز مفرد وجمع كلوز، لان اصلا ملابس كلمه ملابس نفسها ملهاش مفرد فبتتنطق كلوز. كلمه فستان دريس، الدبل اس بنطقها كانها اس واحده دريس. طبعا انا بقول القواعد الاول للطفل واسيبه يقرا، بعد كده بفتح له الفيديو يشتغل ويسمع، تمام؟ يبقى اذا ضمنتي ان هو قرا لوحده اي كلمه مش هتقف قدامه لانه وراها وجابها قبل ما الميس حتى تقولها. يلا بينا نكمل مع بعض. بعد كده مكملين معايا جلاسز. جلاسز نظاره. طب ليه من السمر جمعتيها؟ ده اللي هنعرفه في جرامر المحاضره دي، ان كلمه نظاره مفرد او جمع طالما عدستين، هي والشراب والحذاء. هنشرح القصه دي في الجرامر النهارده، ما تشغلش بالك بيها، فتعتبر جمع. كلمه glasses، glasses قبعه اللي هي الطاقيه دي، هات بلطو. كوت، الاو بعدها ايه؟ اتنين متحركين بقت لونج. كوت، كوت very good. ساعة يد، وو وو وو، الايه هنا تنطق او. ووتش، ووتش، ووتش حذاء برقبة اللي بنلبسه في الشتاء. بوتس، هي طبعا كلمة انجلش وعربي بوتس. كلمة قميص بكم، الاس اتش ميكس ساوند ش، عرفت وانا بعمل كده للطالب؟ يلا انا بساعدك بالقاعدة، وريني قرايتك. برافو برافو برافو، اسمها شيرت. كلمة بني براون، براون اللون الرمادي. جراي، gray رمادي gray very good. next يلا معايا اللون الاسود black، black السي مع الكي بتنطق كي بس black، black very good. next اصفر yellow. كلمة شراب socks، شراب socks. كلمة شراب قلت لكم ان انا عامله لكم تجميعه للكلمات هتفيدكم جدا، مش هتحتاجوا ان انتوا تدوروا كتير في الكتاب وتقعدوا تقلبوا في كتاب الخارجي عشان تطلعوا الكلمات. socks very good. يلا بينا كلمه ساده، يعني قميص ساده مش عليه اي رسومات مثلا، اسمها plain، لان الاي والاي ادخلوا على كورس الصوتيات وتعليم النطق في كتاب صوتيات كريزي انجلش هتلاقوا كل القواعد دي. حرف الاي في اتنين متحركين تبقى لونج، فبتكتب ايه وتنطق ايه، بتتنطق زي ما بتتكتب تبقى plain مش بلان. very good. كلمه الصيف the summer، طلع طرف لسانك في التي اتش the summer very good. كلمه الشتاء the winter، the winter. كلمة زوج من، يعني أنا اشتريت جزمتين، اشتريت حذائين، اشتريت شرابين، بقوم حاطة قبلها a pair of، a pair of. يعني مثلا عايزة أقول أنا جبت شرابين، ما اشتريتش شراب، شراب واحد يبقى a pair of socks. اشتريت حذائين a pair of shoes، كده أنا اشتريت حذائين. مثلا أنا اشتريت نظارتين a pair of glasses، يبقى لما تقول تحب ان انت تقول اشتريت حاجتين تحط قبلها a pair of، هحط قبلها a pair of.
تمام، هي دي كلمة زوج من. يلا نكمل، عملت لكم تجميع لطيفة وجميلة جدا من الفيربس الأفعال اللي موجودة في الوحدة. تعرفين بحب ملازمي شغلي في الكورس يبقى منظم جدا، فطبعا محتاجين يبقى بالشكل ده. يرتدي وير، ينظر إلى look at، يحب like، يرسم. طبعا درسنا في الصوتيات اللي معانا في الكورسات أو اللي بيسمعوا الفيديو عارفين إن الإيه بتنطق أو طالما وراها دبليو، يبقى draw يرسم، draw يكتب. الدبليو سايلنت مش هتتنطق معانا، تبقى write يقوم يقف، stand up يجلس، sit down عكس stand up، sit down. very good. يستمع إلى listen، بص التي دي سايلنت اوعى تنطقها، اول حاجه تقوليها له سيبيه يقراها لوحده، هيقول لك listen to، زي I listen to my teacher. عايزه الجمله او الكلمه عندك تثبت، اوعى تنساها خالص يا قمر ان انت تحطها لي في جمله. I listen to او listen to you teacher summer، انا قاعد بسمعك دلوقتي. هتقولي ايه؟ I listen to you، انا بسمعك. يذهب للمنزل، go home. I go home، أنا بروح المنزل مثلا at 7 o'clock على الساعة 7. يبدأ، الفعل يبدأ، start. في قاعدة بتقول إن الـ A بتنطق مفخمة برضو في كتاب الصوتيات، لو جه بعدها R تبقى بنطقها start مش start. يعمل الواجب، do homework homework. تمام، بيقول مع السلامة، say goodbye. مثلا ابنك ماشي، يقول له ايه ده ايه ده انت ماشي من غير ما say goodbye، ما تقول لي باي باي او مع السلامة، يبقى يقول مع السلامة say goodbye. say لوحدها يعني يقول، say لوحدها يعني يقول. انظر لوك، فين اللايك؟ انا مش شايفة لايكات ولا كومنتس جميلة منكم. يلا عشان نعمل شير كتير للفيديوز. يصنع شيء، يصنع كيك، يصنع ترابيزات، ميك. تبنينا تقطيع زي ما كتبتيها. الناس برضو اللي درس الكورس معانا عارفين ان اتنين متحركين بنطق الاي زي ما كتباها، تبقى ميك مش ماك. زي I make a sandwich، انا عملت sandwich. I make مثلا as a carpenter، او carpenter النجار. A carpenter makes، بيصنع، tables and chairs يبقى بيجي بمعنى يصنع او بيعمل حاجة. الفعل ينظف، clean، بيحول الى make into يعتني بي، look after you say I'd help. very good. اوعى تروح في مكان رايح فين، قلت لك الوحده دي كلماتها كتير متقسمه على اربع ورقات. حجره الفصل، classroom مدرسه. طبعا سكول السي اتش هنا الساوند بتاعها كي، وفي قواعد برضو في كتب الصوتيات هتعرفك امتى بتنطق سي اتش كي. هنا حصة الرسم، art class. بصي دي اتنطقت مفخمة عشان جه وراها ال R، art class. عرفت الفرق بين اللي دارس الصوتيات من اللي هينطق عشوائي؟ اسطوانة سي دي، بنطق كل حرف منفصل عن التاني. سي دي دروس، lessons زي الدروس اللي بناخدها دي اسمها lessons. مبكرا يعني بدري، early. I get up early، أنا بصحى مبكرا. I get up early. Swiss سيارة، car. بص عمالة تتنطق مفخمة ليه طول ما بيجي بعدها ال R. خشب wood، الدبل O بتنطق شورت. كل القواعد دي في كتب الصوتيات مش هتحتاج تسمعها من حد وتسمع معانا الكورس، وبالمناسبة تم فتح الحجز لكورسات الصوتيات ممتازة هتخليه يعرف أي حاجة في 3 شهور بس يقراها. كرسي chair، كثيرا many ماهر، clever كوكب، planet ضم شفايفك في البيت تقيلة، planet very good. مختلف، حاجات مختلفة، different. الايه هنا مش different عكس same، عكسها same متشابه، عكس different اللي عاوزها same متشابه. very good. like share يا امور. يلا ترابيزة، table حديقة، ادي جار، وادي الدن، garden. بص اي ايه جه بعدها قرعة ما تتنطق مفخمة ازاي. بعد كده كان في كلمات في اليونت ده فيها الاس اتش اللي بتنطق ش معانا، زي كلمة سمك fish، براية sharpener
sharpener يعني مش sharpener no it's a sharp الAR طالما فخمة طالما جي بعدها الR sharpener قميص shirt محل shop shop كلهم بيبدأوا بش كمامة trash 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 very good خروف sheep sheep t-shirt قرش shark زي موحد اللي انتوا بتلبسوا في المدرسة بنقول عليه uniform 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 كلمة صحي healthy طرف لسانك يطلع في th healthy healthy very good اخر بيج معانا للكلمات عندنا jobs وظائف اول وظيفة معانا وظيفة النجار سهلة جدا اوعى تستصعبها عربية كار قلم جاف بن والمقطع تر اتقسمت ثلاث مقاطع يلا جبتها داري برافو 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 كاربينتر كاربينتر اي حاجة بدخل فيها فونكس فبتتقري بسهولة وعمرها ما تتنسي مع الطالب ادي جاردينر 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 عامل الجنايني كلينر كلينر عامل النظافة تيشر المدرس نيرس نيرس الممرضة كلمة الأشكال عندي كون اللي هو المخروط كيوب كيوب يعني المكعب سفيرز